إذا بكفي المهرجان طبعا بمدينة صيدا لأمي ولوطن الأم، وتحية لكل المنظمين وتحية لسعادة النائب هي الحريري اللي دايما مهتمة شخصيا بهالمهرجان هيدا، وإن شاء الله كل الأمات بعيدوا بطريقة حلوة، ما تنسوا تفكروا بأمكم مش بس اليوم ومش بس بكرة مش بس بهالمناسبة، إنما يوميا تقدروا تكرموا أمكم وتكون دايما على راسكم ورضاها اخدينه طبعا. لكن المشاهدين كمان قبل ما ننتقل لعند كندا ونجاوب على اسئلتكم المباشره والاسئله يلي انبعتت عبر الواتساب، بدي اعيد كل مشاهدينا بتونس الحبيبه تونس الخضراء. اليوم عم بيتم الاحتفال طبعا باستقلال ال 61 لتونس، ان شاء الله كل ايامكم استقلال يا رب، وتكونوا دايما بخير وعقبال استقلال الوطن العربي كله ومع نهاية الحرب يلي عم نشهدها والمأساة يلي عم نشوفها للأسف. نحن وياكم أرض وورد مع كندا. كندا صباح الخير. صباح النور. أول شيء يعطيك ألف عافية، ينعاد عليكي، ضلي فوق راس ولادك وخلي مرسي. أمك يا رب يطول بعمرها. مرسي مرسي جوزيف، وان شاء الله بينعاد على الجميع. اكيد مناسبه حلوه كثير، ومثل ما قلت بنتذكر اماتنا مش بس بهالنهار هيدا، ولكن حلو كمان انه دائما يعرفوا انه نحن هون، نحن موجودين حدهم بكل ايام السنه بس مش بس بهالنهار هيدا. يا رب. طبعا احنا عندنا مجموعه كبيره من الاسئله موجوده قدامك، في بقى عندنا بعض الصور، وبنقول للمشاهدين رقم التليفونات قدامهم على الشاشه فين يتصلوا فيكي وتجاوبين على اي سؤال. اكيد اكيد، ورح بلش بيه. اول سؤال وصل يلي هو عباره عن ثلاث صور، رح نشوفهم هلا لحتى نعرف شو بها النبته ونقدر انه نجاوب عليها. عم نشوف هون نبته الاوركيدي، إذا عم نشوف الصور كلهم سوا، أنا شايفتها خضرة وحلوة كتير، بس اللي عم شوفه فيه إذا عم نقدر نميزهم، هون عم نشوف الأوركيدي، في عندي أوراق خضر عم بيطلعوا على التيج، هلا بنحكي عنهم. عم تشوف في عنا الأوراق يلي هن على بقلب الحوض، الأوراق الخضر يلي عادة بنشوفهم، وفي أوراق طالعين على الغصن الأساسي، وهيدي شغلة بنشوفها كتير بالأوركيدي. هيدي نبتة جديدة عم تطلع، شو بدنا نعمل فيها؟ بدنا ننطر لحتى تبلش شوي تعطيني شروش، بس يصير الشرش أكثر من سنتي بشوي، فينا إنه نشيلها نقصها من التيج الأساسية لحتى اللي نزرعها بتراب جديد، وبترجع بتعطيني نبتة أوركيدي عن جديد. هلا بصير بدها تغذية أكثر، يمكن منه هين إنها تزهر، لأنه نحن توصلنا الأوركيدي عاطية الغصن ومزهرة بالمشتل، هون بالبيت ما عندنا كل الظروف يلي موجودة بالمشتل، ولكن ما في شيء بيمنع انه تكبر ورقه وبعدين ترجع تعطي نتيجه وبدوره تزهر عن جديد. لازم انه نعطيها مغذيات للاوركيدي، خاصه بالاوركيدي اذا بدي اياها انه تنجح وتصير نبته كامله. ثاني صوره كمان ما قدرت كثير اعرف شو هي النبته، بس اذا كانت شوي مصفره، هلا وقت بيكونوا كل النباتات تعبانين جوزيف، وهلا وقت فينا نرجع نغذي بقلب قوي كل نباتاتنا لحتى يرجعوا يعطوا خضر. ليش بيكونوا ضعاف؟ لانه بفصل الشتاء ما بيكون عم بينمو مثل ما لازم، ما بيكونوا عم بياخذوا الظروف يلي هن بدهم اياها، ان كان من ضوء يلي بيكون اخاف، ان كان من حراره يلي هي بتكون منخفضه، وان كان اذا كانوا جوا بقلب البيت يعني كثير بيكونوا عايشين بجو مسكر كثير، لانه ما عم بيصير في تهويه مثل ما لازم. فهلا وقت نرجع بنهتم فيهم، ومغذيات هلا كثير ضرورية لنباتاتنا. تاني سؤال بعد في كمان صورة البامبو، سوري البونزاي، مزبوط. مرسي مرسي جوزيف. صورة البونزاي اللي هي عم بيهروا الوراق تبعولها مثل ما انا شايفين وضعيفة. أول شغلة بدي اقولها واول شغله لاحظتها هي انه الضوء كثير خفيف لنبته مثل البونزاي، الضوء حتى لو بالصوره مبين انه الضوء خفيف، يعني هالخيالات اللي عم شوفها معناتها انه هالزاويه هيدي كثير خفيف الضوء فيها. بدي ارجع اذكر البونزاي هي نبته كامله، هي شجره كامله، مثل ما انه الفيكوس ما بتقدر تعيش، لانه هيدي فيكوس ما بتقدر تعيش بمحل ماتم، شجره
بتشوفها بالشارع، بتشوفها بالجنينة، ما فيها تعيش بمحل ماتم. هالبونزاي هي ذاتها بس مصغرة، فإذا بدنا نتخيل نفس الشيء، هالشجرة بتقدر تعيش بهيك زاوية؟ لا. فإذا البونزاي ما فيها تعيش بهيك زاوية، الضوء عندها كتير خفيف. وننتبه لشغلة، لأنه كلياتنا بنغلط نفس الغلطة مع البونزاي، السقية ما بتكون كتير، الري يعني ما بيكون كتير مظبوط، ما بيكون كتير منتظم. دايما خلي في مجال بين المرة والمرة يلي بنسقي فيها. وقت نسقي البونزاي احسن شيء، لانه عم بلاحظ دائما بصير في اخطاء، احسن شيء هو انه نتركها مغطسه بقلب جات لمده ساعه، معلش خليها بقلب الجات. بعد وقت بتصير بتشوف انه وجه التراب صار مبلل، معناتها انه شربت مظبوط مثل ما لازم. بنشيلها بتخليها تصفي، نرجع بنردها لمحلها. لو عملنا هالعمليه مره واحده بالاسبوع، قلة المي معلش احسن من كثرة المي بالنسبة للبونزاي. من ناحية تانية بدنا نرش الوراق تبعولها بالمي، لأنه شروشها صغار وبتاخذ المي اللي بتشربها من الوراق بشكل أسرع. وقت بترش على وراقها مي بتاخذهم بشكل أسرع من الجذور، فهل شغلتين بدهم يكونوا بنفس الوقت. خلينا ناخذ ليلى. ليلى صباح الخير. ألو. صباح الخير يا ليلى. اهلا، صباح الخير، كيفك يا ليلى؟ ينعاد عليك. وعليك ان شاء الله بالصحه والعافيه. الله يخليك، تفضلي، شو سؤالي؟ هاي ليلى، سؤالي لمدام كيندا. نحن بالجبل على علوت من 150 متر. نعم. عندنا شجره ليمون شموطي، بهالايام بتضل حامضه، بتطول لتحلى. اوكي، وبعدين بس شو الطريقة عندك؟ في عندك شي طريقة لتحلى او شي؟ اوكي، بس ليلى بتطول لتحلى بعدين مع الوقت، بس نصير قراب من نيسان بتحلى ولا لا؟ نعم، بس حتى نصير قراب من نيسان، اول اسبوع من نيسان بتصير تحلى، بس مش كتير، شوية مش كتير. اوكي اوكي، ما بعرف اذا فينا نعمل شيء يعني، لانه انت عم تقولي على الجبل، عاده اكيد بتطول اكثر من الساحل. اكيد بتطول، بس في ناس وصفوا لنا وصفه نحط لها بوتاس على دير الشجره اول ايه؟ طقوه، بس تكون حبتها صغيره. مظبوط مظبوط. بيسوى قد ايه؟ بس الكميه بيسوى، لانه تستوي بسرعه يعني. البوتاس بيساعد الاشجار المثمره انه تستوي بسرعه اكثر. اوكي، ما فينا لك قد ايه الكميه، لانه حسب شو عم بينباع، لانه بينباع بتركيبات مختلفه يعني، حسب شو هو التركيبه اللي عم تشتريها. بطاس على الحل مدام ليلى، مدام كيندا. بطاس على الحل؟ ايه بطاس على الحل، البودره البيضاء يعني. ايه ايه البطاس من هيدا، البطاس العادي كانوا يستعملوه من زمان، دوقوا حطوا على كعبه. ايه ممكن ممكن. عاده قديش يمكن؟ شيء ملعقه، ملعقه ونص بقلب الجالون المي تقريبا هيك. بس انا بفضل تتاكدي من المحل اللي عم تشتري منه، يعني دائما تاكدوا، لانه حتى لو كان بوتاس على الحل هو بوتاس موجود بالموز كمان، يعني هو زيته يعني البوتاسيوم. ايه هو البوتاسيوم اللي موجود بمظبوط. اذا زرعت حدا شجره موز معقول تاثر؟ لا. لا لا لا، لانه غير شيء. نحن عاده يعني بس حتى نرجع ناكد لها، ايه مظبوط فينا انه نحط هالماده هيدي، بس هو عاده لانه بالجبل اكيد بتتاخر اكثر لحتى تحلى من على الساحل. واصلا شموطي هو من انواع الحمضيات يلي هي مأخرة عن بقية أنواع الحمضيات. ناخذ كلوفيس. كلوفيس صباح الخير. ايه صباح النور، كيفك يا كلوفيس؟ حبيبي ماشي الحال. يلا تفضل، شو سؤالك؟ الأوركيدي شو بعطيها فيتامين؟ اوكي، ليه بدنا نعطيها فيتامين أول شيء؟ هي حلوة ومنيحة وصحتها منيحة ولا لا؟ ايه هي صحتها مش كتير منيحة، أنا على العلو 1100 متر. اوكي. ساقعة يعني. ايه ساقعة، بس هي موجودة جوا بالبيت صح؟ ايه بالبيت. اوكي. ونور. ونور، عظيم كتير منيح. هلا ما بيأثر العلو طالما انه جوا دافي. ايه جوا دافي. وعم بتقول انه نور كتير منيح، هيدا هو الشيء اللي بدي الاوركيدي. فينا انه نعطيها مغذيات، عادة في بالاسواق مغذيات خصوصي للاوركيدي، لانه هي بتكون بحاجة للشيء اللي بنسميهم
المايكرو اليمنتس يعني اللي هي الزنك، المنغنيز، هل البور، حتى هالاشياء اللي عاده النباتات الثانيه ما كثير بنركز عليها. في سوائل بتبقى انينه صغيره خاصه بالاوركيدي، ممكن نلاقيها بمحلات الزهور، ممكن نلاقيها بالسوبر ماركت كمان. بيسوى انه نعطي الاوركيدي منها مره كل 20 يوم. مرة كل عشرين يوم. يا هلا. شو هني المنغنيز؟ في عدة، أنا ذكرت ثلاثة أربعة. إيه في المنغنيز، الزنك، البور، هيدوري مع أكيد الان بي كي اللي دائما بنحكي عنهم، يعني هن ضروريين إنه يكونوا موجودين بكل مغذي بنعطيه للنباتات. يعني كيف أنت مثلا في عندك المي والخبز والملح، نقول هيدول يلي ما فيك تستغنى عنهم أبدا. نباتات عندها ثلاث عناصر ما فيها تستغنى عنهم لحتى نستغنى عنهم. ناخذ من كاترين. كاترين صباح الخير. يسعد صباحك ابو زول. الله يخليك وينعاد عليك. اول شيء بنعيدكم عيد الامهات، وان شاء الله تضل امك طيبه اذا موجوده. الله يرحمها، يخلي امات الجميع وامي كمان، صرنا صباح. الله يرحمها ويخليك لعلي ويخلي لك عيلتك. تسلم. وبعيدها المدام كندي كمان. ميرسي. تسلمي. كثير برنامجك حلو، لانه انا اذا بقول لك بقول خليني موت بين الزهور، ما بدي موت بشي. إيه الله يطول بعمرك. يطول بعمرك. ليك كرمال المدام اللي مرقت، كرمال الشمس هو اصلا الشموطه بالساحل بيضل لنيسان ليحلى. مزبوط، هيدا اللي كنا عم نقوله. وكيف هلا ني مثلا بالجبل، بعدين بدال الكلس تدوي بشو اسمه، رماد، رماد الحطب مش رماد. ايه غشي. عم نحكي عن غشي. هي ما قالت كلس، انتبهي، قالت البوتاش. بوتاش منه كلس. لا مش مثل يعني، لا ابدا. كمان نحن كنا نحط كمان هيدا اللي للليف وللليمون. كانت ترمد الليمونة عنا. ألو. ايه عم بسمعك. ترمد الليمونة عنا، بي يعمل على 60 سنتي داير من داره، يحط لها رماد هيدا وخليها عطشان شي جمعة ويرجع يسقيها، كرمال الهيدا وكرمال الحلا. هودي بالجبل. أوكي. اما ببيروت لانه اصلا هو الشموطي ما بيحلى. ما بيحلى. بس اقول لك، لا 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 لافسر لك. حلو. تسلمي، الله يخليكي. لفسر بس ليش عم تقول انه بتحط رماد، عم تقول لانه الليمون بيرمي. الرماد في شغلتين بيعملها ما كثير لها علاقه باللي كانت عم تسال عنه حتى يحلى، بس اللي بيعمله اول شيء فيه املاح، لانه الرماد فينا نحطه لكل النباتات بالنتيجه، لانه فيه املاح. الاملاح يلي هي بتبقى احترقت، يعني بتكون تفككت، صارت موجوده بالشكل الابسط يلي ممكن النبته دغري تاخده. مش هيك الرماد هو منيح للنباتات بشكل عام. وزياده عن هيك، وقت يكون في عندي رماد معناتها في عندي رطوبه، الرماد عنده هيدي القدره يلي يمتص الرطوبه من الارض. مشان هيك مثل ما عم تقول مزبوط. نعم. بس لغير اسباب. خير. ظريفه صباح الخير. صباح النور حبيبي. الله يخليك وينعاد عليك. الله يرجع لك وعليك حبيبي. تفضل. لو في مجال اذا بتريد تحكي معك. اكيد تفضلي، عم تسمعي. يلا. تفضلي. يا هلا ظريفة. صباح الخير مدام. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. شو سؤالك؟ انا بالعاده احكي معك من شان الورد، في عندي اليوم توليب وبدي احكي معك. ايه في عندي توليب اليوم، بدي اذا شلت فتحه وخصه بشيله من الارض ولا لا؟ هن موجودين بالارض؟ ايه بالبزيت. وموجودين غماق يعني ولا يعني على وجه الارض؟ تقريبا. اوكي، فينا نشيلهم نتركهم لموسم الجاي، هي اول سنه بفتحوا؟ ايه. اوكي، وفينا نتركهم بالارض مغمورين وما نعود ندقرهم، ما نعود ولا نسقيهم ولا نعمل اي شيء؟ ايه. اوكي، اذا هن بالارض، اذا بالبويات، بالبويات ما بيضاينوا، لازم انه ينشالوا وينتركوا على جنب. ايه ما هيك بدي اسال انا. هن بالاحواض؟ لا لا بالارض. وين، منطقه ساحليه ولا عاليه شوي؟ عندي فوق البحر يعني بالشيم قاعدين نحن، فوق 700 متر. بيمشي حال، بتقدري انه تتركيهم بس خلص اذا كانوا غماء؟ يعني بده يكون على القليله في عندك تقريبا ثلاث مرات طولها للبصله، يعني تنفترض البصله شي 7 سنتي، بده يكون عندك 15 ل 20 سنتي فوق تراب. طيب. اوكي، بتنترك بالارض بس ما بنعود ولا بنسقيها ولا بنعمل شيء. لا السنه الجاي على تشرين اصلا بتبلش تشتي، بتكون عم تبلش تاخذ مي وساعتها بترجع للسايكل تبعها. يعني خليها تحت التراب. نعم. ايه نقدر نخليها. كنت هيدي الرماد اللي عم تحكي عنه شيء؟ ايه. اللي موجود؟ ايه بعدها معنا بس. ظريفه على الهواء. بعد سؤال ظريف؟ سؤالك؟ لا بدي اسالها بس على هيدا شو اسمه؟ الكاميليا، شو بدي احط لها الكاميليا؟
ايه شو فيها مشكل ولا بس بدنا نغذيها؟ لا حطيتها بالارض هيك على حد البيت بالارض. هلا بهالوقت لازم انه نغذي النباتات، بنقدر انه نعطيها الشيء اللي هو بطيء بدوب على مهله، الجلل يلي هي بتدوب على مهلها، بلانتا كوت، اوسمو كوت، هالاشياء هيدي. شكرا لظريفي وان شاء الله بالتوفيق لنباتاتك. بس بدي اسالك، هيدا هو الشيء الرماد اللي موجود على النبته لازم نحط لها رماد؟ هيدا مرض ثاني، هيدا نوع من الفطريات. هلا بس لارجع اوضحها للفكره، الرماد هو الصندر يعني يلي بيحترق من الفحم. وهيدا بنقدر نحطه للنباتات بكميات مش كتير كبيره يعني. لانه بعدين بيجبل على بعضه، ننتبه قد ما بيسحب رطوبه بيعطي املاح للبلانت، وبزيت الوقت اذا في رطوبه زايده ممكن انه يسحبها. بس هيدا رماد مختلف، بده هيدا رمد، هيدا نوع من الرمد. مظبوط الرمد، بده يجيبوا دواء للرمد. صحيح. بريك ونرجع. ثانك يو. لكن بدنا نرجع بنشوفها طبعا بيوم ثاني بعالم الصباح، خليكم معنا.